ضيف فريد من النكته على قناه انفاس بريس هو فنان عبد الوهاب السويرتي. مرحبا بك على انفاس بريس. بارك الله فيكم. شكرا. بارك الله فيكم. قلتي لي بانني هذا الصيف هذا خرجتي شويه وجلتي شويه، ولكن قلتي لي اكثر حاجه اثرت الانتباه ديالك هو الغلاء. بطبيعه الحال اش غادي نقول لك، احنا مغاربه ما نكرهوش نزولوا المغرب ديالنا، لان المغرب ديالنا تبارك الله فيه خيرات وفيه طبيعه ربانيه. اللي جا المغرب حنا كنشوفوا بلي الناس كيكونوا خايدين الفكره ماشي هي هذيك على المغرب، ملي كيجيو كيعاودوا يجيو. علاش؟ لان الفكره ديالهم كتغير. وبالنسبه للمقومات السياحيه ديالنا الحمد لله موجوده، ولكن مواكبه خصو يكون شي شويه ديال التغذيه في السياح ديال الداخل. السياحه الداخليه خصها تعطى ياخذوها بعين الاعتبار، باش الناس ولا عندهم ثقافه ديال السياحه، ثقافه ديال الجوله في المغرب، سواء في العطل الصغيره ولا في العطل الصيفيه. انت قلت لي بانك فنان والدومين ديالك انت. تماما. حتى انا كنت كندير توريزم لا داخل المغرب ولا برا المغرب، وبحكم اننا كنحبوا المغرب ديالنا وهذا، ما كنكرهش كل مره نمشي لواحد المدينه. غير هو كنتصدموا بواحد بعض المرات بواحد الاثمان اللي كتكون شي شويه ما كتراعيش القدره ديال الجيب ديال المواطن. فالله يخليكم، الا كان ممكن ديروا دي بروموسيون اللي مزيانين، تشجعوا الناس عوض يبقاو لي شومبر خاوين، طلبوا واحد الثمن ما يدخلش الانسان لهذا، ديروا واحد تنوع. كاينين دي كاتيجوري، يعني واحد المجموعه ديال الدرجات. غير زيدوا تهلاو في المواطن اكثر، وخليوه يتمنى يجو لبلادو احسن ما يتمنى يجو للخارج. الفنان ديالنا شنو هو المود اللي درتي في هذا الصيف ولقيتي فيه يعني الغلاء؟ اش غادي نقول لك، هما احسن نقول لك شنو هي المناطق اللي تشهرت عندنا بالغلاء. كاين اكادير، كاين طنجه، كاين المدن اللي عليها اقبال بحال الشمال عليه اقبال بزاف. فالله يخليكم، لعبوا شي شويه على لا كونتيتي، لعبوا شويه على الاعداد الهائله اللي كتزوركم، وطيحوا شي شويه الثمن. علاش؟ حيت الا لعبنا على لا كونتيتي غادي نربحوا، ماشي ما غاديش نربحوا، ولكن باش غادي حيت واحد البلاصه كيتكبوا عليها الناس بزاف المغاربه، كيكثر الطلب نهزوا الثمن. عاوتاني راك بحال كتقول لنا واه شوف ملي كيكون الصيف كاع ما تجيوش لعندنا كاع الكل. دونك باش ما نديروش واحد الاختيار ديال واحد الكاتيجوري عندها الفلوس هي اللي تمشي لذوك المناطق اللي زوينه، ونحرموا الناس اللي ما عندهمش قدره. بان لي انا دوك اللي ما عندهمش مساكن يمشيو يعني الشتوى ديالنا يمشيو ترجع الصيف. يمشيو يتكمشوا حتى يهبط العرض، تهبط هذا يهبطوا لي بري ديال لي زوتيل عاد باش يمشيو يدوروا. يمشيو يتكمشوا بكل تواضيع. غيكون فات الحاله ديك الساعه خصهم يشدوا المطار. تحياتي. الله يحفظكم. شكرا.